شهد عام 2021 العديد من الأحداث الجوية المهمة، كما وكان مليئاً بالكوارث الطبيعية التي خلفت دماراً وأثرت على العديد من الدول والشعوب. نبدأ مع الأحداث الجوية. في بداية شهر كانون الثاني يناير، تأثرت العاصمة الإسبانية مدريد بالعاصفة فيلومينا، حيث شهدت تساقط ثلوج تاريخية استمرت لأربعة أيام، مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة. كما وتعرضت اليابان لعاصفة ثلجية قوية أثرت على المناطق الشمالية وبحر اليابان، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 90,000 منزلا وإلغاء ما يزيد عن 280 رحلة جوية في أنحاء اليابان، وإلغاء ما يقارب 260 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان. في منتصف شهر شباط فبراير، تعرضت المملكة الأردنية الهاشمية لمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، فشهدت تساقطا كثيفا للثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 700 متر. أما شهر تموز يوليو فقد تميز بالعديد من الأحداث الجوية والكوارث الطبيعية، حيث تعرضت عدة دول في العالم وخاصة في أوروبا لفيضانات أودت بحياة ما يقارب 200 شخص في أكثر من دولة أوروبية. كما وتعرضت كندا لموجة حر تاريخية أدت إلى وفاة ما يزيد عن 800 شخص. أما بالصين فقد ضربت عاصفة رملية قوية منطقة سكنية صناعية في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، مما أدى إلى تلوث جوي كبير ووقوع حوادث سير بسبب انعدام الرؤية الأفقية. أما بالنسبة للبنان فقد اندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق من البلاد أسفرت عنها حالات اختناق وإخلاء منازل. في شهر آب أغسطس ضرب الإعصار آيدا ذو الدرجة الرابعة مدينة نيو أوريانز الأمريكية. أما في تركيا اندلعت حرائق ضخمة في عدد من المدن، بدأت في نهاية شهر تموز واستمرت حتى النصف من آب أغسطس، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل في حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب تركيا، ودمرت منتجعات ساحلية وأجبرت السياح على الفرار، وصنفت بأسوأ أزمة حرائق منذ عقد. كما واندلعت حرائق تاريخية في الجزائر أدت إلى وفاة 69 شخص. في شهر أيلول سبتمبر شهدت إيطاليا هطولا غزيرا للأمطار، حيث سجلت شمال إيطاليا رقما قياسيا في كمية هطول الأمطار بأقل فترة بواقع 740 ملم في أقل من 12 ساعة. ومع بداية شهر تشرين الأول أكتوبر ضرب الإعصار شاهين الذي صنف من الدرجة الأولى سلطنة عمان، وترافق مع عدة ظروف جوية استثنائية، وبالرغم من تعرض سلطنة عمان إلى أعاصير أقوى خلال تاريخها إلا أن شاهين تميز بمساره شديد الندرة الذي لم يسجل له مثيل في السجلات المناخية الحديثة. وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر فقد شهدت الإسكندرية حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، وسجلت خلالها ما يزيد عن 100 ملم من الأمطار في يومين. أما في شهر كانون الأول ديسمبر لقي 4 أشخاص حتفهم في إسبانيا واليونان على خلفية فيضانات عارمة ورياح عاصفة ضربت الدولتين، حيث تساقطت أمطار على شمال إسبانيا أدت إلى فيضان مياه الأنهار، وتزامنت الأمطار مع ذوبان الجليد على المرتفعات مما تسبب بارتفاع منسوب مياه الأنهار بسرعة وغرق السيارات والمنازل. كما وتعرضت اليونان لتساقط غزيرا للأمطار أدى إلى حدوث فيضانات عملت على قطع الطرق وإلحاق أضرار بالمنازل والمحاصيل الزراعية والبنية التحتية غربي البلاد وفي بعض مناطق الشمال الشرقي. وفي منتصف الشهر ضرب الإعصار راي الفلبين برياح مدمرة وصلت سرعتها إلى 195 كم بالساعة وأسفرت عن وفاة ما يقارب 400 شخص. وبعدها اجتاحت مدينة أربيل العراقية فيضانات مدمرة تسببت في قتل أكثر من 10 أشخاص وخلفت أضرارا مادية كبيرة. ننتقل للكوارث الطبيعية. تم تسجيل حوالي 80 نشاطا بركانيا حول العالم خلال عام 2021، كان أشدها بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث ثار البركان وأطلق الحمم والرماد 50 مرة بين شهري شباط فبراير وأيلول سبتمبر. بركان باكايا في غواتيمالا ثار مرتين في 24 و30 آذار مارس ونفث الرماد على ارتفاع وصل إلى 5500 متر. بركان كومبري فييخا الذي عرف ببركان لا بالما في إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث ثار في 19 من أيلول سبتمبر دمر خلالها المنازل والمزارع وأجبر الآلاف على ترك منازلهم.
سجل هذا البركان أطول مدة للثوران البركاني منذ 300 عام، بركان جبل سيميرو في جزيرة جاوا الإندونيسية، والذي تسبب بمقتل 39 شخصاً والعديد من المصابين، حيث ثار في الرابع من كانون الأول ديسمبر قاذفاً رماداً كثيفاً وسيلاً من الحمم البركانية اجتاحت قرى تقع على منحدراته، ما دفع الآلاف إلى الفرار وترك منازلهم. كما ودمر البركان منازل ومركبات وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والوحل. أما بما يخص الزلازل فقد ضرب عدد من الزلازل عدة بلاد، أكثرها قوة الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في 14 آب أغسطس كان بقوة 7.2 درجة، حيث بلغ عدد ضحايا أكثر من 2200 قتيلا وأكثر من 12,000 جريحا و344 مفقود، وهو الزلزال الأعنف في سنة 2021 والأعنف على مستوى العالم منذ زلزال سولاوسي 2018. أما بما يخص الأحداث الفلكية كان أبرزها أطول خسوف جزئي للقمر خلال هذا القرن، وحدث في ليلة 19 من تشرين الثاني نوفمبر، واستمر لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية. كسوف الشمس الكلي يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام لمدة دقيقتين بعد شهور من ضوء النهار المتواصل. وأخيرا نأتي إلى الأحداث التي أجلت بسبب جائحة كورونا. عقد قمة المناخ بعد تأجيله عاما كاملا في ضوء تفشي فيروس كورونا عقد في مدينة غلاسكو الأسكتلندية خلال الفترة من 31 تشرين الأول أكتوبر وحتى 12 من تشرين الثاني نوفمبر، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم ومسؤولين من 200 دولة، وتم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى درء التغير المناخي الخطير. إكسبو 2020 استضافت دبي معرض إكسبو 2020، أول معرض يقام في الشرق الأوسط بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا. كأس العرب في 30 من تشرين الثاني نوفمبر انطلقت النسخة 10 من بطولة كأس العرب في قطر التي غابت عن الظهور منذ عام 2012، حيث فاز المنتخب الجزائري بكأس العرب لهذا العام. هذا كان كل ما لدينا من أحداث خلال هذا العام. نتمنى أن يكون العام القادم عاما مليئا بالخير والنجاح لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير.